السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني التشاهدين والتشاهديات. Je réponds avant tout, je m'appelle Ali Mustapha Kidio. D'abord, je suis le président de l'association Chessa. Bon, nous parlons beaucoup de l'arabe, mais il y a des gens qui ne parlent pas. Je suis en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. Les abattements, les fakhars, les gens qui sont en train de faire des choses. يعني أولاً بأولاً أريم يومين كان يشوفوا في إنترنت في أخواننا كبار أبانا والفقرة أريانين بس الناس ليبوا بأجلهم وهم ما فاهمين الشغل ده. يعني الخلطة مننا عندنا عندنا الأسوسياسيون أول نقوم نسول تويا إيشان شغل ده ما أول مرة حاصل في التشات بيجا كتير بيجا للجناس بيجا للناس كتير شغل ده الحاصل لكن هسه ده بيشيل أمبلير شديد مرة وايد. الأمبلير راسه جاب يشيله ده ما عادين ولازم ده من حقنا نمرقه نكلمه لعبانا وفقرة حقنا خليه يسوى التنشيان. الناس المنافقين دول لهم بخطوا في بروفيل نام بخطوا في توهن المرة مرة سمحة يعني مرة جميلة مرة وايد خلاص ترسل لك أميتشي في فيسبوك إنفو أنت كان شفت أكسبتيدا تسلم عليك وتقول هي يعني أمريكان وكنديان داير لا راجل يلسا ما عنده راجل وعمره على مشهد شيء طويل وسيرتو هي كانت بريفيري داير لا راجل أفريكان وفي دا خلاص تبدو تسو ريلاشيون تسو يعني معاملة أنا لا تواصل معه خلاص في يوم يومين أم باكر أم بكرة وشغل ده ما رزاتك يعني بروفيل ده أنا ناس بس في بينه في كوتونو ناس كبس منافقين ويخطوا في تو ده مرة جميلة خلاص يوم انت بدوت تحجم عام ده بقول لك انينا ده ندورو راجل افريكان وكي وده بس شواء حقنا وده شغل العينة تول كان نطلبوه وكي كي خلاص بحجو لك كلام حلو يعني خلاص بسألوك اولا باولا هي ترسل لك فيتو وفيديو هي ارياني وهو شغل ما مرة يعني رجال بس قاعدين قبلها وبأجل أنا التشاهدين وسيبارتو ما في تشاد ويدا مكان ده يصير في دولة كتير دول الناس انفت من هدوم أرناكر منافقين خلاص ورا انتو تواصلوا معه وكي خلاص بقول لك داير انت ترسل لي الفيتو وفيديو انت أريان خلاص كان انت رسل له كل ده قاسي انت ما تقدر ترسل له كي ينسيستي كما قدر رسلت لها ورا بناريك بأبل فيديو بقول له هو هي عند شاوة ودائرة يعني تجوير يعني تفرج في شاوة هكذا خلاص انت كله سلم ونسوه ماك مشي بفيديو بمكان بيت كان انت سلب ده خلاص امان قابو خطو فيديو ده فيها ريستريمان ديريكت انفو انت سلب ده خلاص بارستري بارستري جسكا يوم خلاص انتو كمانتو ده امم خلاص ديجا انهم ريبرتور هناك كله انهم ناس الرفقانك اخوانك قريبك كله ديجا انهم ريبرتور ده خلاص برسلوا لك انفو انت يوم كمانتو هادي بس برسلوا لك الفيديو ده يقولوا ده الفيديو ده هنين ارستري انت اريان كان انت ما داير اهلك بشوفو ما داير نرسل لناسا كان الاب درس اللي نقرس مليون واحد ولا مليون تنين خلاص يعني سبحان الله عندنا في الاسلام شغلنا فرا شغل حوان نادم اليوم انت الانتي مراك مره واي قبل نادم بشيفه وبقول برسل لي قريبك ولا لي نسيبك ولا لي اخوك ولا لي ولدك ده ما قاسي خلاص تقوم تحاول تقول تفتش الشغل ترسل لهم يوم انت رسل له 100 الف ولا مليون واي يقول خلاص امهم انهم ديجا سكري هناك انهم في مكانهم بقول لك ايه كيوم ما انهم قرزه بقولوا يا خي عليهم ده ذات ندور رسل لنا 100 ألف ولا مليون كما كده هسه فيديو انا نشره يعني نبيبليه بارتو في الفيسبوك ناس كله بيشوفه خلاص انت تقعد مش الاسكلاف انا هذا بس انينا دايرين عليهم ده المساج انا غني سوي عليهم ده لي ابانا الكبار ولي فخر حقنا وسيرتو لي جان كل وايدين خلي الناس يسوا اتنسيون
الناس الناس ما عدلي قاعدين في كوتونو بس والو فمن زمان بسوا فيديو ده مش كده بيرسلوا للناس بسوا كده بسوا كده وعليهم شفاء عليهم سبحان الله في تشات سرتو في جمعنا عليهم وناس آخر ما في وناس كل بيجا علىين ده وناس أنا رسمة أنا الشيخ بابوجي ده الناس أوين وديال وشنو ده ما في تربية دون خلي الناس قدام كل الناس بفكروا كان عبارنا كان فخر كله خلي ما يأكسبتي أميتي أنا خارج ده الناس الجاي يحط بروفيل هنا أوين سمهين ده الناس دول ما أوين دول ناس منافقين قاعدين في كوتونو ودول بس جرامين قبل سوشيال ولا بزيادة ده بس أنا عليهم ده j'ai profité de sortir dire ni usma shunu al message da le nas na kubar wala fakhara hakina wala al akhar da khalli yfakru shughal da al nas munafiqin gairin fi kotonu gabso o allah yastura baladna o allah yqaddima al rais al daba le president de transition mohammed idriss deby وفق في العمل الجديد والله يكاتبنا نحن التشاريع نكون واحدين ونكون يعني راسنا فاتي كان في شغل نفر القبجي بدور الاهل بدور الفوائد ده يعني من حقنا نمرق نكلم للابانا وللفخر خلي وسمو ايشان انا نشيف نادم كي مرق للتوهيل ده حاجه كده ما في وده اليوم شغل ده شغل قاسي تشيف ابوك يعني اليوم يقعد اريان اريان كله بشوفه والاخر بشوفه ده شغل قاسي مرة وايد سي بوركوا مرات اليوم حجيت للناس الكبار وللفخرة عشان شغل لما دابا أول مرة أول كله هسل وكيوم جا في العب وفي الناس الكبار قاسي مرة وايد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.